تفاصيل بعد الكفاءات في عدة مجالات. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم هو السيد عادل نضر. أهلا وسهلا بسيد عادل. أهلا بحضرتك. شرفتنا بالنشر الأسبوع لوالد النجاح. تسلمي يا رب. أهلا بحضرتك وشرفتوني في الورشة. أنت بعد شرفتنا سيدك. تسلمي. طيب سيد عادل، الأول من عارف سيد المشاهدين وين بيكون سيد عادل نضر وكيف كانت بداية حياته؟ والله انا بدات مشروعي من 5 سنين اول لما جيت الامارات. الحمد لله ربنا كرمني والورشه تمام. طبعا مع الخبره، انا خبرتي في المجال خبره مع دراسه، وفي الاول بدات هوايه، والحمد لله قادرين ان احنا نبقى عند حسن ظن العملاء تمام. وانا بدات المشروع ده من 5 سنين هنا، طبعا مع المجهودات اللي موجوده في البلد والمميزات اللي بتعطينا دوله الامارات، المشروع بتاعي كبر ودلوقتي بنسبه 90% تمام، المشروع تمام والامور طيبه الحمد لله. ان شاء الله يكون توفيق سيد عادل. تسلمي. طيب سيد عادل، اخبرني اكثر عن الخدمات واللي تقدموها. والله يا فندم بصي، بالنسبه للخدمات اللي انا بقدر ان انا اقدمها، انا بشتغل ميكانيكا، بشتغل صبغ، بشتغل كهرباء، بشتغل سمكره. الموضوع ده بالنسبه لي مهم جدا، وانا دارس اساسا ميكانيكا سيارات، عندي خبره الحمد لله. هي كانت بدايه بالنسبه لي هوايه من صغري، ولما طبعا كبرت وكده فدخلت هندسة ميكانيكا، الحمد لله تفوقت فيها، ودي اكتر ميزة ان انا اقدر اقدمها للزباين عندي، ان انا مش يعني انا بشتغل على دراسة مش على تعليم، يعني مش على تعليم من شخص، او بشتغل على خبرة كافية كدراسة وكتعليم وكهواية، ان انا اوصل لحاجة تبسط الزبون. انواع سيارات مختصين فيها ولا كتير؟ والله بصي، هو الاختصاص، هو طبعا الاختصاص مهم جدا. انا مختص في الامريكان تمام، بس طبعا انا عندي الاختصاص امريكان، وعندي كل السيارات موجوده عندي كصيانه عامه وكصيانه خاصه، كل السيارات موجوده عندي، وانا العمال اللي عندي عمال متخصصه في جميع السيارات. يعني عندي عمال بتشتغل امريكان، عندي عمال بتشتغل في السيارات الالماني، عندي عمال بتشتغل في السيارات الكوري او الياباني. يعني كل موظف عنده اختصاص. تمام. طيب شو الشيء اللي بيميزك عن باقي المنافسين؟ والله انا اللي بيميزني ان انا عندي خدمات بقدمها للزباين. من اكتر الخدمات بالنسبه للزبون ان هي بتبقى سهله بالنسبه له، ان هو ما بيجيش عندي الورشه، انا عندي ديليفري، بيستلم السياره من عند البيت عنده او من عند العمل تمام، من مكان دوامه، بستلم السياره من مكان الدوام او من البيت وببعتها له تاني مكان الدوام او البيت، فما بيضطرش ان هو بيجي المصفح او بيجي المكان بتاع الورشه. سهوله التوصيل وسهوله التعامل. طبعا الخدمات اللي انا بقدمها، انا بدي اوفرات على مدار السنه للعملاء عندي، بدي خصومات. بالنسبه لهذا الشهر فايزين يعني على طبعا داخلين على العيد. طيب في الخصومات، شو الخصومات اللي مسويها؟ والله انا الخصومات اللي انا مسويها بمناسبه العيد، ان هو على مدار شهر الشهر الحالي اللي هو شهر 7، ان انا مقدم للعملاء عندي فحص شامل للسياره فري، غسيل للسياره فري، تعقيم للسياره فري، خصم 50% على اي خدمه ان انا اقدر اقدمها لهم بالنسبه للليبر تشارج او المصنعيه او شغل الايد. فدي من الحاجات اللي انا مقدمها في شهر 7 بمناسبه العيد، عيد الاضحى بس. فدي برضو من الخدمات اللي انا بتميزني، ان انا يعني بدي للكاستمر بتاعي سهوله في التعامل وسهوله برضو في الماديات.
والله رؤيتي المستقبلية بالنسبة لمشروعي إن هو هيبقى في تقدم طبعا بمجهودي وبمجهود الدولة. طبعا مش هقدر إن أنا مفيش كلمة إن هي تقدر توصف مجهودات الدولة اللي هي بتقدمها للمستثمرين داخل البلد، ودي حاجة طبعا مش موجودة إلا في أماكن قليلة جدا ومن أولهم دولة الإمارات العربية. فبإذن الله الرؤية المستقبلية كبزنس وكاستثمار داخل الدولة رؤية ممتازة. طيب نبي نحب نعرف شو أهم الصعوبات اللي واجهت سيدة علي في المسار؟ والله صعوبات واجهتني صعوبات كتير بدليل إن الخبرة اللي أنا وصلت لها وبالدراسة وكل الكلام ده إن في حاجات طبعاً البزنس او ان حضرتك تبداي ان انت تعملي بيزنس دي حاجه مش قليله، بس طبعا ان لما يكون في عندك مساعدات خارجيه وتكون عندك دوله بتعطيكي جميع الفرص المتاحه ان انت تقدري ان انت تنمو بالاقتصاد او تنمي بالاستثمار بتاعك، دي حاجه طبعا بتبقى كويسه جدا. طبعا بتفيد اي مستثمر طبعا. احنا ما شاء الله في دوله تدعم بالامن طبعا. خبرني يا سيد عادل شو تعمل لك دعمه الامن والامان؟ والله لو هنتكلم على الامن والامان في دوله الامارات العربيه احنا كده بنتكلم على اهم حاجه او اهم ميزه الامارات بتقدمها لسكانها ومواطنينها، مجهود الشرطه، مجهود دائره المرور، مجهودات تنعم بالحفاظ على الاشخاص وعلى السكان وعلى الوافدين وعلى المواطنين. وطبعا شكر خاص للمجهودات العظيمه اللي هم بيقدموها في المجال او في الجزء بتاع الامن والامان في البلد. طبعا قدمت رساله شكر لك الشيخ الامارات. والله هو لو هشكر يبقى هشكر والدي حسن مطر، هو اللي دعمني وهو اللي وصلني للي انا فيه دلوقتي، فطبعا شكر خاص لي جدا. يعني ان شاء الله توصل رساله الشكر على برنامجنا لوالد النجاح سيد عادل. اذا عندك مواقع التواصل الاجتماعي خبرني اياها مشان نتواصل من خلالها زمان. هو انا موجود على الفيسبوك، موجود بيج دريفت ليدر اوتو وركشوب، وموجود على الانستجرام دريفت ليدر اوتو وركشوب، والمعلومات كلها موجوده على البيج على الانستجرام او على الفيسبوك، الايميل الارقام التواصل الارقام كل حاجه موجوده على السوشيال ميديا. طيب شكرا لك سيدي عادل. تمام تسلم. ان شاء الله نزورك في مكان جديد باذن الله. تشرفوني في اي وقت. تسلمي 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 يا فندم. بالختام شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، واللقاء في حلقه جديده مع كفاءه جديده. دمتم في امان الله.